دي حالة وتر زنادي في الإبهام، وشايفين حركة الصباع ازاي ان هي واقفة ومش ماشية بالطريقة الصحيحة. بنستخدم حقن موضعي، مخدر موضعي، وبنسلك الوتر عبر الجلد بيركوتينيوس، ودي حالته بعد التسليك اهوت قدامنا اهوت، وازاي الحركة بقت يسيرة وسهلة، والمريضة حاسة ان صباع الابهام بيتحرك افضل من الاول بكتير نتيجة التليف اللي حوالين الوتر تم تسليكه عن طريق العملية. شكرا جزيلا.